اللهم صل على محمد وآل محمد، يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغاث وبك لثت ولا ألوذ بسواك، وبك لثت لا ألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا فأغثني وفرج عني، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين، يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.